السلام عليكم طلبتي الأعزاء، طلاب المرحلة الرابعة قسم علوم الحياة. اليوم نكمل مختبراتنا، مختبرات السويل اند اكواتيك مايكروبيولوجي. انتهينا من مادة السويل مايكروبيولوجي وراح نبلش بهذا المختبر والمختبر القادم إن شاء الله بمادة الأكواتيك مايكروبيولوجي اللي هي الأحياء المجهرية الموجودة بالمياه. راح نتعرف على هذه الأحياء المجهرية اللي ممكن تكون بالمياه وشنو علاقتها بالإنسان، شو ممكن تضر بصحة الإنسان وغيرها. فنبلش بمختبرنا حتى ما نضيع وقت أكثر بالمقدمات. بداية طبعا مثل ما تعرفتوا على بمادة السويل مايكروبيولوجي بأنه هنالك الكثير من الأحياء المجهرية الموجودة بالتربة، كذلك نفس الحالة موجودة عدد كبير من الأحياء المجهرية موجودة بالمياه، وهذه الأحياء المجهرية ممكن تسبب أمراضية pathogenic تكون بالنسبة للإنسان، وبعض الآخر ممكن ما يأثر على الإنسان. بعض هذه الأحياء المجهرية ممكن وجودها يمثل دلالة بأنه هذه المياه ملوثة، يعني ممكن إحنا بعض الأحياء المجهرية نستخدمها كindicators. انديكيتر شنو معناها؟ مثل الكاشف. فإذا احنا كشفنا عن وجود هذه الأحياء المجهرية في عينة معينة من المياه راح نقول هذه العينة مضرة بصحة الإنسان وبالتالي هي غير صالحة للشرب أو للاستهلاك البشري. فإذا a large number of microorganisms of both saprophytes and pathogens are found in water which fall under the group of bacteria, fungi, algae, protozoa, and nematodes, several human and animal viruses transmitted through water. إذا ممكن هذه الأحياء المجهرية تكون على شكل بكتيريا، ممكن فنجي، algae, protozoa, nematodes، أو ممكن حتى viruses، يعني الكثير من الفيروسات تنتقل عبر المياه ممكن يسبب لي أمراض بالجهاز المعوي أو ممكن حتى تنتقل للدم وتسبب لي أمراض خطيرة. نبلش بالمجموعة الأولى أو المجموعة الأفخم أو الأكبر من الأحياء المجهرية الموجودة بالمياه واللي هي البكتيريا، وأكثر خلينا نقول أكثر فئة من البكتيريا اللي تكون تعطيني دلالة على تلوث المياه اللي هي الفيكال كوليفورمز. طبعا الكوليفورمز هي البكتيريا اللي تعيش بالقولون، وفيكال معناها من فيسز من فضلات، فإذا هي البكتيريا القادمة من الفضلات أو بكتيريا القولون اللي جاية من فضلات الإنسان أو من فضلات الحيوان. ممكن يعني ينتقل مع الفضلات البكتيريا اللي موجودة في القولون بالنسبة للإنسان والحيوان واللي هي ممكن تسبب لي تلوث بالمياه أو تعطيني دلالة على تلوث المياه. طبعا راح ندرس مقدمة عن هذه البكتيريا اللي هي الفيكال كوليفورمز واللي هي طبعا من فئة الجرام نيجاتيف بكتيريا أو من عائلة الانتيروبكتيرياسي بالتحديد اللي هي البكتيريا اللي تعيش في القولون أو في داخل الأمعاء الإنسان. لكن قبلها إحنا الغرض من مختبرنا شنو؟ راح نأخذ مجموعة من العينات من المياه وراح نشوف بأنه هل هذه العينات يكون موجودة بها بكتيريا الفيكال كوليفورم أم ما موجودة. إذا كانت هذه البكتيريا موجودة في هذه العينة تعطيني دلالة على أنه هذه العينة من المياه غير صالحة للشرب. ومن نقول غير صالحة للشرب عفوا بالإنجليزي معناها potable. فإذا potability معناها بأنه إحنا راح نقيس بأنه هل هذه العينة من المياه صالحة للشرب أو غير صالحة للشرب، بين قوسين suitability of drinking، يعني هل هي ملائمة أو مناسبة للشرب أو غير مناسبة. طبعا راح نتكلم شوية عن الفيكال كوليفورم، هي characteristic group of intestinal bacteria which defined as من صفاتها facultative anaerobic تكون اختيارية لا هوائية، gram negative, non-spore forming, rod shape, ferment lactose، نركز على هذه الصفة، هي من البكتيريات اللي تخمر سكر اللاكتوز وتكون لي غاز and gas formation. بالتالي من تخمر سكر اللاكتوز ممكن تغير اللون الوسط اللي يحتوي على اللاكتوز، راح ناخذها لاحقا. زين، وذن 48 hours of 30 سيليزي، يعني درجة الحرارة هنا قدرناها 30 سيليزي، لكن هي ممكن البكتيريا تعيش بدرجة حرارة أكثر من 30 كونها طبعا 30 هنا حسبنا درجة حرارة الماء الطبيعي،
او الدرجه خلينا نقول الاكثر شيوعا، لكن هي ممكن تعيش بدرجه حراره اكبر. شو السبب؟ يعني ليش فيك الكوليفورم ممكن تعيش درجه حراره اكبر؟ فكروا بها انتم. زين، the coliform group are present in water due to the fecal contamination. إذا إحنا جاب هالبكتيريا على الماء، أو شنو السبب اللي يخلي البكتيريا مثل الفيكال coliform تكون بالماء؟ طبعا السبب هو التلوث، التلوث الناتج من الفيسز أو من الفضلات. الإنسان من يطرح الفضلات أو الحيوان ممكن من خلال مثلا المياه الآسنة أو مياه المجاري ينتقل جزء من هذه الفضلات أو من هذه البكتيريا إلى المياه. طبعا ملاحظة مهمة، هذه البكتيريا هي ليست بكتيريا مستوطنة بالمياه، أو مو مية بكتيريا تستخدم المياه كوسط العيش، وإنما هو كوسط ناقل. يعني البكتيريا عادة وسطها الملائم للنمو هو الأمعاء مال الإنسان، اللي هي خلينا نقول موجودة به بصورة نورمال فلورا، فهو المكان الطبيعي اللي تعيش به، لكن تنتقل عبر الفيسز، تخرج مع الفيسز وتنتقل عبر المي، ممكن تنتقل إلى إنسان آخر وممكن يسبب لي أمراض، يعني راح تكون في أماكن بالجسم غير مكانها الطبيعي، وبالتالي راح تسبب لي أمراضية. فهي مكانها الطبيعي تكون في أمعاء داخل أمعاء الإنسان، هو المكان المناسب لعيشه، لكن المياه يعتبر وسط ناقل بالنسبة إلها وليس وسط تستخدمه for their living. إذن المصدر مالته وين؟ مين جايتني؟ due to the fecal contamination. ركز على موضوع الفيكال، يعني هي ليست coliform العادية وإنما الفيكال coliform. طبعا هي تنتمي لعائلة الانتيروبكتيريسي، العائلة المعوية، واللي بها إيكولاي، انتيروبكتر إلى آخره، كلابسيلا، سالمونيلا، واللي يشكل نسبة 10% of the intestinal microorganisms. هذه الميكروأورغانيزم، نركز على هاي النقطة، have found widespread used as an indicator organism. indicator organism المقصود بها هي عبارة عن أحياء مجهرية تستخدم ككواشف. إذا وجود هذه الأحياء المجهرية في عينة من المياه دلالة على أنه هذه المياه ملوثة وغير صالحة للشرب. فإذا نحن مجرد ما نشوف وجود الفيكال كوليفورم اللي هي عائلة الانتيروبكتريسي، تشمل إيكولاي، انتيروبكتر، كلابسيلا، سالمونيلا إلى آخره، أي واحدة من هذه الممبرز موجودة في عينة مياه، إحنا نقول هذه العينة ملوثة وغير صالحة للشرب. زين، نجي إلى الاختبارات العملية. طبعا انتهينا من الجزء النظري للمختبر، بس راح نبلش بالاختبارات العملية أو الاختبارات الصحية للكشف عن وجود الكوليفورم في عينة من المياه. طبعا العملية اللي راح نستخدمها أو الطريقة اللي راح نستخدمها اسمها MPN Most Probable Number. سامعين بي إحنا سابقا بالأحياء المجهرية، وسامعين بي بالفسلجة بس مرحلة ثالثة، واليوم نفس الطريقة راح نعيدها بالمرحلة الرابعة. لكن قبلها الميثود مالتنا او التيست راح نقسمه الى 3 مراحل. المرحله الاولى نسميها presumptive test، الاختبار الافتراضي، والثانيه اللي هي confirmed test، الاختبار التاكيدي، والثالثه اللي هي complete test، الاختبار النهائي. هذه الاختبارات الثلاثه اذا تمت بنجاح وما كشفنا عن وجود الكوليفورم، اذا كانت positive result معناها هذا شنو؟ not potable، معناه غير صالح للشرب. وإذا في كل الاختبارات الثلاثة ذن يتعدن وكانت negative result، معناه هذه العينة نقول عليها potable sample، أو عينة قابلة للشرب أو الاستهلاك البشري. فإذا راح نأخذ هذه الاختبارات الثلاثة واللي هي 3 مراحل من نفس الاختبار، نكشف من خلالها عن وجود الكوليفورم في عينة من المياه. بداية نبدي بالاختبار الأول اللي هو البرسمتيف تيست، الاختبار الافتراضي. طبعا هو عبارة عن عملية فرمنتيشن، عملية تخمر لسكر اللاكتوز. احنا قلنا هذه البكتيريا هي مخمرة لسكر اللاكتوز، لاكتوز فرمنتر، فراح يعني نستفاد من هذه الصفة
في الكشف عن هذه البكتيريا، فراح نخليها بالوسط سكر اللاكتوز ونشوف هل هذه البكتيريا خمرت أو لا. فإذا خمرت اللاكتوز دلالة على وجود البكتيريا، لم يتم تخمير اللاكتوز معناها هذه البكتيريا مو موجودة. فالوسط مالتنا اللي راح نستخدمه هو سامعين بيكنا اللي هو مكونكي بروث ميديا. مكونكي بروث ميديا، طبعا بروث وليس أجار، تبه هنا وسط سائل. مكونكي بروث ميديا هو وسط يحتوي على اللاكتوز ولونه دائما يكون لونه أحمر ريد. فإذا تحول لون الوسط من الأحمر إلى الأصفر إلى اليلو، دلالة على أنه شنو؟ دلالة على أنه بكتيريا الكوليفور موجودة في هذه العينة من المياه، ومعناها بوزيتيف ريزلت لاكتوز فرمنتر. ماشي. طبعا احنا راح نحضنها خلال هذه الفترة 24 اور 48 سي دي زي ات 37 العفو من 24 الى 48 اور بدرجة حرارة 37 سي دي زي. ليه 37؟ لانه هي بكتيريا تعيش في داخل جسم الانسان وبالتالي تاخذ درجة حرارة الانسان. فاذا راح هسه نشرح الاختبار شلون يتم، لكن قبلها عرفنا بانه الوسط اللي مستخدم هنا عندنا هو المكونكي بروث ميديا، وسط المكونكي واللي يكون لونه احمر وبي سكر اللاكتوز. فبالتالي اذا اخذنا عينه من المياه ونميناها خليناها بهذا الوسط وتحول لون الوسط من الاحمر للاصفر، دلاله على وجود شنو؟ بكتيريا الكوليفورم او الفيكال كوليفورم، طبعا بعد ما يتم حضنها. بروسيجر طريقه العمل، البروسيجر مال الاختبار، طبعا عندنا بداية عندنا عدة عينات من المياه، فكل وحدة من هذه العينات راح نستخدم لها ديليوشن معين او عدد من التخافيف المعينة. فمثلا عندنا سيوج ووتر اللي هو المياه المجارية او المياه الآسنة تحتاج الى 9 تخافيف، بينما الريفر ووتر تحتاج الى 8 تخافيف اللي هي عينة مياه النهر. استاجنت ووتر تحتاج الى 6 ديليوشن اللي هي المياه الراكدة. بروكليت ووتر تحتاج الى 5 ديليوشن واللي هي مياه يعني البرك او المسطحات المائية القليلة المياه، تحتاج الى 5 ديليوشن. تانك ووتر مياه التانكي تحتاج 4 ديليوشن، ودرينكينج ووتر تحتاج الى 3 ديليوشن. طبعا هذا شنو الديليوشنز؟ عدد التخافيف اللي ممكن احنا نسويها حسب العينة مالتي. اذا جاك بالسؤال احسب لي هل هذه او اكزامن افحص هل هذه العينة صالحة للشرب او لا، اكزامن this water sample if it is potable or not، وقاعد لك انا اذاكر لك الووتر سامبل مثلا درينكينج ووتر، فانت اوريدي راح تتخفف 3 تخافيف او تستخدم 3 تخافيف. اذا قلت لك تانك 4، اذا قلت لك ستاجنيت 6، وهكذا. فانت لازم ذني تحفظهن على مود يجيك بالسؤال انت تكون جاهز او تعرف عدد التخافيف لهذه العينه. نجي لطريقة العمل. طبعا هذه طريقة العمل الشرح مالتها موجود قدامكم، لكن انا راح اشرحها بطريقة عملية، يعني الشرح انتم تقروه هو مو مطلوب من عندكم ككتابة شرح، وانما كفهم وفهم طريقة العمل. طبعا راح ناخذ عينة من المياه، راح نرسم هنا العينة مالتي، خلينا نقول عينة، خلينا نقول درينكينج ووتر حتى نسوي 3 تخافيف. فهنا انا السامبل مالتي راح اسوي التخفيف الاول، التخفيف الثاني، التخفيف الثالث. خلي كل واحد من عندهم 9 مل 9 مل 9 مل. وطبعا بهذه التيوبات انا ايش راح اخلي؟ راح اخلي ماكونكي مثل ما قلنا قبل شويه، ماكونكي بروث. خليت ماكونكي بروث، وهنا انا شنو؟ هنا انا عندي ووتر سامبل. يفضل تكتبون وياي بورقه حتى بعد من امسح انتو تكون يمكم المعلومة كاملة. زين، هسه راح احضر هذه الثلاث تخافيف. راح اضيف 1 مل من الووتر سامبل مالتي، حيتكون عندي التخفيف الاول 10 أس ناقص 1، بعدين احضر التخفيف الثاني ايضا 10 أس ناقص 2، والتخفيف الثالث 10 أس ناقص 3. كونت عندي 3 تخافيف.
طريقة الام بي ان لازم اسوي مكررات لهذه التخاثيف تكرار، يعني هسه انا سويت ثلاثة، اسوي بعد ثلاثة الاخ وثلاثة اخرى، فايضا اجيب تيوبات نفس الطريقة هذه فوقها، ايضا راح اخلي لها واحد مل، طبعا انا اخل 9 مل، فعشرة اس ناقص واحد، عشرة اس ناقص اثنين، عشرة اس ناقص ثلاثة، مكرر اخر سوي 3 مكررات، فهذه الثلاث تيوبات الاخرى ايضا 10 اس ناقص 1، 10 اس ناقص 2، و10 اس ناقص 3. هسه سويت اني سويت 3 مكررات في كل هذه التيوبات، اني شخال خال ماكونكي بروث واللي يكون لونه باللون الاحمر اللي هو ريد، ماشي عيني. فاني خال الوسط الزرعي بالتيوبات ذني، وضفت الووتر سامبل اللي هو المفروض يحتوي على البكتيريا، او انا دا اريد اشوف هل هذه الووتر سامبل تحتوي على الفيكال كوليفورم لو ما تحتوي. فالمفروض اذا تحتوي على فيكال كوليفورم راح يتغير لون الوسط من الاحمر الى الاصفر، فاذا تغير لون الوسط في ذني التيوبات من الاحمر الى الاصفر دلالة على شنو؟ دلالة على وجود البكتيريا، وبالتالي اقول هذا الماء غير صالح للشرب. اذا اخذ ذني التيوبات احضنها انكيوبيشن في 37 سيليزي فور 48 hours، وقيس اشوف النتيجه مالتي. راح اطلع النتيجه، راح اشوف مثلا بالمجموعه الاولى من التخاثيف هذه اللي قدامكم، مثلا طلع عندي 3 تيوبات صارت صفرة، هذا اصفر وهذا اصفر وهذا اصفر، وهنا بالمجموعة الثانية مثلا أشوف تيوبين صارت عندي صفرة فقط، والمجموعة الأخرى أشوف مثلا تيوب واحد مثلا، ماشي. شو راح أسوي؟ راح أطبق عندي قانون. القانون ما تشي يقول، يقول number of cells يساوي إن MPN في reverse of mid dilution، number of cells حكيت بهنا number of cells عدد الخلايا يساوي ان MPN في reverse of mid dilution، يعني ال MPN عدد ال MPN مضروب في معكوس التخفيف الوسطي. زين هسه منين نطلع ذني البارامترات؟ معكوس التخفيف الوسطي بالله موجود، التخفيف الوسطي وين هنا؟ هسه عندي يعني 10 اس ناقص 1، 10 اس ناقص 2، 10 اس ناقص 3، ياهو منهم الوسطي؟ هذا اللي هو 10 اس ناقص 2 معكوسه 10 اس 2. اوكي زين، بقالي منه؟ بقالي الام بي ان. الام بي ان راح اطلعه عن طريق طريقه معينه. الام بي ان يطلع عن طريق الجدول اللي اعطيتكم اياه. شلون يطلع عن طريق الجدول؟ لازم اطلع بي 1 وبي 2 وبي 3، عندي 3 شغلات لازم اطلعها حتى من خلال ذني الثلاثه اقدر اطلع الام بي ان. زين خلينا نمسح هذه هسه، تبوا علي بكل سهوله، موضوع سهل جدا وما معقد. الـ P1 راح أطلعها من خلال التخفيف الأولى، أدي التخفيف الأول كم تيوب من هذه التيوبات صار أصفر؟ 3 تيوبات صارت صفرة، فالـ P1 عندي يساوي 3. التخفيف الثاني أو المجموعة الثانية كم تيوب صار أصفر؟ P2 يساوي 2، قلنا تيوبين. المجموعة الثالثة خلينا نقول الـ P3 يساوي 1، ماشي. فإذا عندي P3 و P2 و P1، هسه لازم شو أطلع؟ أطلع الـ MPN. شلون أطلع الـ MPN؟ الـ MPN شلون أطلع هسه؟ أرجع إلى الجدول مالتي، تابعوا هنا عندي جدول، هذا راح يكون موجود عندكم أثناء الامتحان وقدامكم حتى تطلعون من خلال هذا الجدول إيش بيه. عندي قيمة الـ P1 اللي هي هذه الجدول، قيمة الـ P2 اللي هي هذه الجوة، وقيمة الـ P3 اللي هي هذه بالعرض، هذه هو الـ P3. فأنا عندي الـ P1 إيش قد؟ الـ P1 عندي 3، أجي أشوف وين رقم 3 هنا، هذا الـ P1 وين رقم 3؟ هاي رقم 3. كم 3 عندي؟ هذه كلها 3، هنا
من هنا لهنا. هذا يكون ثلاثة، زين أنا نستخدم يا ثلاثة منهن. نجي نشوف البي تو، البي تو قد عندي؟ اثنين. الاثنين اللي تقابل ذني الثلاثات، وين الاثنين مالتي اللي تقابل ذني الثلاثات؟ هياته، شوفوها اي هذه. فاذا هذه الاثنين زين، لانه هاي الثلاثات مالتي مال بي واحد. زين البي 3 ايش قد عندي؟ واحد. هاي صفر، هذا واحد. فاذا النتيجه مالتي ايش قد حتصير؟ حتصير 0.17. ماشي. فاذا لو نرجع على المعادله مالتنا، المعادله مالتنا شو تقول؟ نمبر اوف سيلز تساوي ام بي ان في ريفرس of mid dilution وتساوي ال MPN. طلعت عندي 0.17 في معكوس التخفيف الوسطي اللي هو 10 أوس 2، وتساوي هذه الفارز الطير 17 في 10 أوس، عفوا 10 أوس 4 سيلز بير مول. إذن هذا هو عدد الخلايا الموجود في هذه العينة. طبعا أنا عندي مفروض مثل الاندكس، أنتم موجود عندكم، بس هذا الاندكس إذا كان موجود مثلا عدد أكبر من 10 أس 4 أو أقل من 10 أس 4، شوف هاني شنو هاي ماتي، إذا فوق عدد معين فأقول أنا هاي العينة ملوثة وغير صالحة للشرب، أما إذا أقل من العدد المعين فأقول هذه العينة صالحة للشرب أو غير صالحة للشرب من خلال أحدد. ثم لكم علاقة أنتم، المهم طلعوا لي شنو، طلعوا لي number of cells. فتمناها عيني، فشنو المالتي القانون شي يقول؟ number of cells يساوي MPN في reverse of mid dilution. reverse of mid dilution قلنا التخفيف الوسطي عكسه، ما عندي مشكلة. ال MPN هو ال P1 وال P2 وال P3. ال P1 اللي هي المجموعة الأولى سيت الأول من التخفيف، كم عين، كم نتيجة موجبة بي، كم تيوبة تحولت عندي إلى لون الأصفر من الأحمر الأصفر، أكتب مثلا 2 زين. ال P2 مثلا طلع عندي أيضا 2، P3 طلع صفر مثلا، خلينا نشوف هذا ايش قد تطلع النتيجة مالته. P1 طلع لي تيوبين، P2 طلع لي تيوبين ايضا، وال P3 طلع لي صفر. خلينا نجي على الجدول مرت اللخ اللي ما عرف يستخدم الجدول. ال P1 وينها؟ هذه ال P1، هذه النتيجة مالتها، وهذه ال P2 هذه النتائج مالتها، وهذه ال P3 هذه النتائج مالتها. ماشي زين. بال P2 ايش قد طلع لي؟ طلع لي خلينا نقول 2 قلنا، فالبي كم اثنين عندي؟ هاي اثنين، هاي كل اثنينات زين. البي تو ايش قد؟ قلنا هم اثنين، فهذه اثنين وهذه اثنين، اذا هنا انا عندي النتيجه مالتي زين. البي 3 قلنا ايش قد؟ قلنا صفر، فاذا وين الصفر؟ هذا الصفر. فاذا ايش قد النتيجه مالتي؟ 0.093. اجي مرت اطبق القانون، اقول number of cells يساوي MPN في reverse of mid dilution، هاي مرت الاخ داعيدة، وتساوي 0.093 في معكوس التخفيف الوسطي. اروح اشوف تخفيف الوسطي شنو، ممكن 10 أس 2، ممكن 10 أس 3، اذا مثلا هي 5 تخافيف فتخفيفك الوسطي حيصير 3، 10 أس 3. ماشي، وتساوي لنا 9.3 في 10 أس 5، يصير لأنه صفرين زحفة الفارز هنا بعدين تسحف هنا 7.3 × 10^5 سيلز بير مال. هذا هو النمبر اوف سيلز. فهمتوا عيني؟ فإذا هذه هو طريقة الـ MPN. شوفونا أنا هذا القانون مالتكم، نمبر اوف سيلز يساوي MPN في reverse of mid dilution، وهذا الشرح اللي هسه شرحناه قبل شوية. طبعا النتيجة الموجبة مالتي راح يتغير لونه الى الاصفر، قلنا التيوبات حتتغير من الاحمر الاصفر، والسبب هو اللاكتوز فرمنتيشن اوف ماكونكي اجار ميديا. طبعا انا مستخدم لكم نص و 4.5، مو مشكلة تقدر تستخدم 1 و 9 مل، يعني اذا ما عرفت تسوي الاربعة او الاربعة ونص هي نفس الشيء. زين هذا بالنسبة للاختبار الاول اللي هو سميناه البرسمتيف تيست، الاختبار الاول الافتراضي. اذا طلعت النتيجة خلينا نقول مقبولة والعدد المقبول، ننتقل الى النوع الثاني من الاختبارات اللي هو الكونفيرم تيست او الاختبار التأكيدي. يعني ما معقولة باختبار واحد احدد هل هذه الماء صالحة للشرب او لا، لان هيستخدمها مجموعة كبيرة من البشر، ممكن توزع الى اعداد كبيرة، فانا لازم يكون اختباري دقيق، فلازم اختبر اختبار ثاني على نفس العينة واللي سميناه الكونفيرم تيست.
البوزيتيف تيوبس مالتي راح اخذها وقايل لك البوزيتيف تيوبس doesn't mean that fecal coliform، يعني ممكن هذه النتيجة الموجبة مالتي مو شرط هي fecal coliform، ممكن تكون coliform عادية مو fecal، مو نفسها جاية من القولون. أنا اللي جاية من القولون هي اللي، أو خلينا نقول الفيكال الجاية من الفيسز هي اللي تمثل لي الانديكيتر أو تمثل لي التلوث، أما البكتيريا الكوليفورم العادية فما تمثل لي تلوث. شنو اللي حيصير الالتباس عندي؟ اثنينهم ينمون بالماكونكي، فممكن ذيك البكتيريا طلعت عندي ممكن ما تكون فيكال كوليفورم، تكون كوليفورم عادية لأنه هي هم تنمو بماكونكي وهم تسوي لاكتوز فرمنتيشن. فأنا شلون أثبت بأنه هي فعلاً فيكال كوليفورم؟ راح أخذ التيوبات الموجبة اللي من ذاك الاختبار وش راح أسوي لها؟ راح أدخلها بالconfirmed test واللي راح نتعرف عليها هسه. راح أضيف 1 ml من هذه التيوبات الموجبة اللي أخذناها بالبريسمتف تيست، وايضا انميها بنفس الماكونكي بروث، لكن هنا ايش راح تختلف عندي؟ راح تختلف عندي درجه الحراره، راح انميها في درجه حراره 44 سيليزي، درجه حراره عاليه. اذا هذه البكتيريا قاومت درجه الحراره العاليه، هنا كان نميتها بايش قد درجه حراره؟ انتبهوا ذاك البروسيجر اللي هو شوفوا هنا انا بالبريسمتف ب 37، هاي 37 ممكن الكوليفورم العادية أيضا تنمو ب 37. أنا دا دور عليها من دا دور على الفيكال اللي جايتني من الفيسز، فاللي جايتني من الفيسز إذا نمت في درجة حرارة 44 سيليزي معناها فعلا هذه البكتيريا جاية من الفيسز. شلون أنا أعرفها نمت؟ راح يظهر عندي غاز والكالر تشينج فروم ريد يلو. إذا تغير عندي اللون في هذه الدرجة العالية اللي هي 44 سيليزي، طبعاً ليش الفيكال كوليفورم تن بال 44 سيليزي؟ لأن ممكن درجة حرارة الإنسان ترتفع، إحنا يعني أحياناً نسخن، أحياناً نتمرض، مو تمام؟ خو ما كل ما نتمرض معناها البكتيريا النورمال فلورا الموجودة بالأمعاء مالتنا راح تموت كلها، هيك الحالة ما نقدر نعيش، مو تمام؟ فلازم هذه البكتيريا تكون إلها قدرة على تحمل درجات الحرارة العالية. إحنا مرات درجة حرارتنا توصل للأربعين، ممكن فوق الأربعين، فالبكتيريا الموجودة في القولون ممكن تقاوم هذه درجة الحرارة. فأنا شلون أكشف بأنه هذه البكتيريا هي فعلا جاية من القولون؟ لازم عندها خاصية مقاومة درجة الحرارة. فإذا نمت في درجة حرارة 44 سيليزي دلالة على أنه هذه البكتيريا جايتني من القولون، أما إذا ما عليها القدرة معناها هذه كوليفورم عادية ومو فيكال كوليفورم، ماشي يعني؟ فإذا هو بنفس المكونكي ونفس البوزيتيف ريزالت، أيضا لو من راح يتحول من ريد إلى يلو، وكذلك غاز فورميشن هذه البوزيتيف ريزالت، لكن الفرق هو قلنا في درجة الحرارة. بعدين ننتقل الى الاختبار الاكيد الاخير اللي هو اختبار التكميلي، اللي هو اختبار روتيني. ممكن اني بعد ما انتهي من الاختبار التاكيدي انتقل الاختبار التكميلي، واللي هو اللي راح ياكد لي وجود الفيكال كوليفورم. اذا طلعت لي بوزيتيف ريزلت بالاختبار التاكيدي هذا الكونفيرمد، اذا طلعت لي بوزيتيف اللي هو بدرجة حرارة عالية، أنا راح أتأكد 100% أكو فيكال كوليفورم بالعينة، فأنا راح أزرعها هنا في وسط صلب اللي هو ماكونكي أجار، أزرعها بالطبق مالتي وأدخلها في درجة حرارة 37 48 أورز، هنا راح ندخلها ب 37 بعد تأكدنا بأنه هي فيكال، ماشي عيني؟ فراح تطلع لي إذا كماكونكي أجار راح تطلع لي هنا pink colonies positive result pink colonies، أخذناها بالمرحلة الأولى بالنسبة للمكونكي، وإذا نميناها بالEMP ممكن ننميها بوسط الEMP، فالبوزيتيف ريزالت راح تظهر عندي green metallic sheen. إذا طلعت عندي هاي يعني أكيد معناها هذه بكتيريا الموجودة بالقولون أو الفيكال كوليفورم، العينة ملوثة بهذه البكتيريا. ممكن أنا أخذ مسحة من هذه الكولونيز وأسوي لها examination under the microscope وأكشف عن وجود هذه البكتيريا. فإذا هذه الطريقة اللي قلنا تتكون من 3 مراحل، اللي هي مرحلة البرسمتف تيست، الاختبار الافتراضي، والاختبار التأكيدي، والاختبار التكميلي. من خلال هذه الاختبارات الثلاثة هي اختبارات صحية، من خلالها راح نكشف بأنه هذه العينة
صالحة للشرب أو غير صالحة للشرب. إذا كانت positive result بالاختبار الافتراضي أنتقل إلى التأكيدي، نفس الحالة أكررها لكن في درجة حرارة 44 سيليزي، أشوف هل هذه البكتيريا مقاومة لدرجة الحرارة العالية ولا. إذا مقاومة وطلعت لي positive result معناها هذه البكتيريا فيكال كوليفورم والماء غير صالح للشرب. أما إذا طلعت لي نيجاتيف ريزالت معناها هذه البكتيريا غير مؤذية وكوليفورم عادية، ممكن أني أستهلك الماء للشرب حسب معايير معينة أخرى. طبعا هي هاي البكتيريا يعني مو فقط واحدة، هواية بكتيريا موجودة مثل ستافيلوكوكس، تريبتوكوكس، كلوستريديوم، سالمونيلا إلى آخره، كثير من الاختبارات. لكن الفيكال كوليفورم هي الأهم واللي تعتبر كإنديكيتر إنديكيتر أورغانيزم، خلينا نقول أحياء مجهرية تستخدم ككاشف. إذا موجودة هذه الأحياء المجهرية في عينة مياه نقول هذه العينة غير صالحة للشرب، أما إذا غير موجودة ونيجاتيف ريزالت فنقول هذه العينة صالحة للشرب. أخذنا الثلاث اختبارات، عرفنا كل عينة من المياه كم تخفيف، وعرفنا طريقة الام بي ان شرحناها وشون نستخدم هذا الجدول وطلع النمبر اوف سيلز. بعدين ننتقل الى الاختبار التأكيدي ومن ثم الاختبار التكميلي اللي يزرعها على طبق وليس بروث، ناحية يصير اقار عندي، واشوف الكولونيز ومن ثم examination under the microscope. شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله تكون مختبر بسيط وسهل وسلس، وممكن تجيكم بي مثلا مسألة او شيء، فانتو الجدول حيكون يمكم دائما، سحبوه يمكم بقوه. في حال جاكم سؤال على يعني على مسألة او شيء انتو تكونون جاهزين للحال وتستخدمون الجدول الموجود يمكم، ما مطلوب طبعا جدول منكم حفظ. شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله دائما تكونون صح وسلامة وعافية، والله يعافينا من الأمراض ويشافي أمراض يشافي مرضانا كلهم إن شاء الله، يقومون بالسلامة، وإن شاء الله هاي يعني الأزمة اللي دمر بيها تزول من عندنا ونكون إحنا كنا بخير وصحة وسلامة وعافية، ونرجع يعني ولو صعبة بس يعني أنتم ما حتلحقون إن شاء الله تتخرجون، إن شاء الله نرجع لمقاعد الدراسة مثل قبل. شكرا جزيلا لكم، مع السلامة.